كلمتين لازم أقولهم، شبهنا ده لازم. يعني دلوقتي أي نصيحة بقولها في أي مشكلة بتجيلي على صفحة البرنامج، اتجوزي اللي شبهك، اتجوزي اللي حياته شبه حياتك، اللي ماديا قريب من الماديات بتاعتك. ما ينفعش يبقى فيه جاب كبيرة، مساحة كبيرة، يبقى غني قوي وفقير قوي، معايا قوي ومعهوش خالص. فاتجوزوا اللي شبهكم، لأن ده بيوفر علينا مشاكل كتير جدا. رسالتي بقى للأم والأب دلوقتي اللي بيتفرجوا عليا، وأنا ببقى سعيدة جدا إن كل الأمهات بيتفرجوا عليا، وببقى مبسوطة جدا إن أي بنت بتقابلني تقول لي ماما بتحبك جدا، ماما ما بتفوتلكيش حلقة. فبما إن ماما بتتفرج عليا دلوقتي، خلي عندنا نرجع تاني زي زمان، ويبقى عندنا شخصية مع أولادنا. مش من أول ما نادينا إن أنا لازم أصاحب بنتي أو أصاحب ابني، بطل بقت ما عندناش الشخصية القوية زي زمان. زمان كنا بنشخط وبنعاقب وبنقف على رأينا. لو شفتي إن العريس ده مش مناسب لبنتك، لو عيطت لك، لو نوحت طول الليل وطول النهار، لو قعدت تندف في البيت، لو قعدت قفت على نفسها الأوضة وهو ده اللي هتجوزه، خلي عندك شخصية. لو أنت شايفة إن جحيم بنتك، أنت شايفة الرؤية اللي بعد عشان أنت اللي أكبر وأنت الأم اللي فاهمة، يبقى لا، يبقى لا. وبعدين لازم تسألوا على عرسان ولادكم. يعني لما يجي لك عريس لبنتك، اسألي عليه، اسألي عليه في الشارع اللي ساكن فيه، اسألوا عليه صحابه وأهله، شوفوا هو إيه. بنصطدم كتير جدا، بيبقى عيان بعد كده وما بيقولش، بيبقى عيلته كلها عارفة أنه عيان وإحنا الوحيدين اللي ما نعرفش أنه عيان. وأمراض ما ينفعش أن إحنا نعديها. أحيانا بيبقى مدمن مخدرات وأنا ما أعرفش، لكن الشارع كله عنده اللي ساكن فيه بيبقى معروف ده مين وأخلاقه عاملة إزاي. نرجع تاني يا جماعة نسأل على العرسان، جاي لبنتي عريس لازم أسأل هو مين وابن مين، أصله وفصله، ده مش عيب. وهو بيبقى عارف إنه يتسأل عليه برضو، ده مش عيب. ما ينفعش أي واحد يجي لي أنا ما أعرفش أصله وفصله، وبس مجرد إن بنتي حباه وبتعيط يبقى خلاص أجوزه لها. أنت اللي هتعيطي عليها بعد كده لما تجيلك دخل عليكي متطلقه ومعاه عيل وعيلين في ايديها. ونفس الحكايه في مرات ابني، عروسه ابني، لازم اعرف هي مين وبنت مين واصلها وفصلها، مش عيب، دي عيله كامله بتتبني. فنرجع تاني يبقى عندنا راي وشخصيه في البيت. لما اقول ده لا يبقى ده لا، مش اللي هو خلاص بقى بنتي عايزاه والاقيك انت اللي بعد كده بتعيطي وبيجيلك السكر والضغط بسبب مشاكل اللي بنتك عايشاه. فنرجع تاني نختار مع أولادنا، ما نسيبهمش كده، هم في الآخر صغيرين، عيال بتختار. فيعني إحنا الكبار اللي بنفهم.